كملها مبارك الأسمري خلصها. حلوة الكرة الماضية للاتحاد، كانت تمريرة رائعة كانت من أمين الشرميطي وصلت إلى عبد العزيز الصبياني، ولكن يقظت زكريا الهداف. إخوان الآن، إخوان يحاول يبحث عن مرور آخر. برافو إخوان، يحتفظ الكرة كما ينبغي. التمريرات الطويلة، مشعل السعيد خلصها، لعب على طول والرأسية، جول! يا الله يا قد سوية، يا الله يا بنو قادس، يا الله يا بنو قادس. يأتي إخوان الياس اللاعب الميروفي بالهدف الثاني في شباك تيسير الانتيب، في ثاني كرة تصل إلى تيسير الانتيب. هذه ثاني كرة تدخل 18 فريق الاتحاد بهدف ثاني، هدف ثاني في الدقيقة 38. الدقيقة 38، إخوان الياس هو من يسجل الهدف الثاني. شوف شوف أين الرقابة، أين الرقابة، شوف الرأسية على طول في المرمى، لا يوجد مدافع أمام القائمة الأيسر لتيسير أبدا، وبالتالي الكرة داخل المرمى، داخل المرمى، هدف. شوف الرأسية، برافو برافو إخوان، شوف لعبها من وضع صعب صعب، ولكن اللاعب الكبير كبير. شوف هذه الكرة الرأسية أتت بالمرمى مباشرة وأتى الهدف الثاني للفريق القدساوي. إخوان إخوان الآن بكرة معاه، لاعب مميز حقيقة حتى الآن في هذه المباراة. إخوان يمر يمر من أكثر من لاعب، ولكن محمد سالم يتدخل في الوقت المناسب وتستخلص كرة هذا اللاعب البيروفي. شوف محمد سالم، كان الاندفاع المدني موجود في اللقطة الماضية ولكن خلصها. 46 حالة انتصار و20 حالة تعادل، 16 حالة تعادل إيجابي وأربع حالات تعادل سلبي، إلا أن أكثر المباريات. بروي يبحث عن سلطان، والتمريرة أتت إلى إخوان، خطيرة للقادسية. إخوان الياس داخل الصندوق، خطرة عرضية أتت عبد حكمي، رأسية إلى ركلة مرمى، إلى ركلة مرمى. برافو للقادسية. شوف ثلاث خطوات على طول، ثلاث خطوات على طول، الهجمة المرتدة. شوف التطبيق للهجمة المرتدة بطريقة رائعة فعلا للفريق. إخوان يطلب الكرة تصل، ولكن محمد سالم الكرة لازال فيها خطورة. إخوان يمرر خطيرة، ومبارك الأسمري، مبارك الأسمري الإخوان، خطرة للفريق القدساوي داخل 18. محمد سالم يتابع يبحث عن مساندة، لا يجدها حتى الآن مع الفريق القدساوي. إخوان الياس، إخوان الياس يلعب العرضية، تدخل من راشد الرهيب وتتكمل أمامي. هنا ركلة جزائية، إخوان في مواجهة تيسير، إخوان الياس وتيسير، تيسير، برافو برافو للقادسية، برافو يا قادسية، والله برافو بنو قادس. يأتي الهدف الثالث من ركلة جزائية في الدقيقة 36 من شوط المباراة الثاني. محمد الصنيع بماذا يتابع وبماذا يفكر؟ أتى الهدف من ركلة جزائية، والجمهور الاتحادي هنا، الجمهور الاتحادي غير راضي في كل مكان. إذن هدف رائع رائع للقادسية، القادسية يسجل الهدف الثالث في هذه المباراة. برافو لبنو قادس، والله برافو للقادسية. اليوم القادسية بثوب ثاني وشكل ثاني وشكل غير. برافو لبنو قادس، أتى الهدف على يمينك يا تيسير. شوف المدرب ما كان يتابعها، ايوه جول جول، نعم يا ديمتروف، والله جول جول. الرقة التي زج بها الآن كالديرون، والبديل يا ترى من كان؟ لأنني كنت أتابع من الكرة الماضية هنا ناحية الجهة اليسرى، وخطأ لصالح فريق نادي القادسية. سواها ديمتروف، سووها سووها شباب الخبر، سووها حتى الآن. إخوان الياس هو قائد الأوركسترا في لقاء هذا المساء، قائد الأوركسترا هو إخوان إخوان الياس، يعمل مبارك الأسمري، مبارك الأسمري يمرر الإخوان، نجم المباراة حتى الآن إخوان الياس، يحاول يمر يبحث عن مرور من الجهة اليسرى. شوف إهدار الوقت، برافو والله برافو لهذا اللاعب، أداء مميز. وهنا تصل الكرة إلى عايد، كرت أمام الحزم، الآن كرة بينية وكرة ملعوبة لدى الأسمري، يفكر بالتقدم عبد الحكمي، والكرة ملعوبة. الله الله البال ولع الخاطر، يا له من هدف، جول جول، ولك
اللقطة والصورة بيتروف ديمتروف يتابع ديمتروف يتابع وفرحة عارمة للقدسية. مين هو؟ اخواني الياس مايوريا، اخواني الياس مايوريا. شوف 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 والله حط يا الله يا الله يا الله يا للهدف الجميل متروكة في البداية منا وعبد حكم عطاه إياها وبالشمال حقيقة بالشمال حقيقة في زاوية 90 في زاوية صعبة على الدعيع. هدف جميل للقادسية. واحد 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 القادسية يعود بهدف جميل لعل ممكن من الأهداف الجميلة في هذا الموسم في الدوري لأن فكرتها كانت